الحمد لله رب العالمين، يقبل من العمل ما ابتغي به وجهه الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، قال سبحانه: وقدِّموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشِّر المؤمنين. أيها المؤمنون، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه. فالأعمال التي يقبلها الله تعالى هي التي يريد بها المؤمن رضا ربه، ولا يرجو أجرها إلا منه، وذلك في جميع عباداته ومعاملاته وفي شأنه كله. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا توجه المسلم إلى القبلة يصلي، فإنه يبتغي بصلاته وجه خالقه. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وإذا أدى الزكاة فإنه يخرجها طيبة بها نفسه، يبتغي بها وجه ربه. قال سبحانه: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله تعالى ثوابهم ويعظم أجرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وهكذا هو شأن المؤمن، يفعل الخير لوجه الله ليكون من الذين قال الله تعالى حكاية عنه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقدم الخير الكثير للناس ابتغاء وجه الله تعالى، فنزل فيه قوله عز وجل: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وإنا حق الناس بالإحسان أهل المرء وقرابته، يصلهم ويحسن إليهم ويسامحهم، وبكل خير يذكرهم ابتغاء ما عند الله. قال سبحانه: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فاللهم اجعلنا ممن يبتغون بأعمالهم وجهك الكريم، ليكون عندك من الفائزين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أيها المؤمنون، إن من الأعمال التي مدح الله تعالى عباده عليها الصبر وكظم الغيظ ابتغاء وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. وهكذا يبتغي المؤمنون وجه الله تعالى في كل أعماله، ويحافظ على قيمه الإيمانية، ويتمسك بأسماء معاني الإنسانية،
فيعيش في سعادة ورضا، ويفوز في الآخرة بما أعده الله لعباده المخلصين في جنات النعيم. هذا وصلوا وسلموا على نبينا محمد كما أمرنا ربنا سبحانه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ دولة الإمارات قيادتها وشعبها، وبرها وبحرها وأرضها وسماءها، من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل دولة الإمارات بلداً آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، واحفظها بحفظك واحرسها برعايتك. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده الأمين، وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، وارحم شهداء الوطن وأجزل مثوبتهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا سميع الدعاء ارفع عنا الوباء وادفع عنا البلاء، وعافنا من كل داء، وامنن على جميع المرضى بالشفاء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة.